السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طاقة. برنامج طاقة طبعا هو برنامج مختص بكل القضايا ومواضيع الخاصة بمجال النفط والهيدروجين الأخضر والغاز. هذا البرنامج يأتيكم برعاية الجمعية العمانية للطاقة أوبال وشركة مسقط غاز. أهلا وسهلا متابعينا الأكارم، وسعيدين جدا بتواجد اليوم ضيف مميز له باع كبير في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة. سبق له أن شغل منصب وكيل لوزارة النفط والغاز وكذلك رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للطيران المدني. اليوم ضيفنا ضيف مميز في هذا المجال، وهو معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. أهلا وسهلا فيك معاليك. الله يعطيك العافية، وسعيدين جدا وشكرا على وقتك الثمين وتواجدك معنا في هذا البرنامج. تشكيف، الله يعطيك العافية. معاليك، حابين بالبداية نعرف ما هي أهم مشاريع الاستكشافات في قطاع النفط، وما هي أبرز المناطق التي تم عرضها للمزايدة؟ طبعا برنامج الاستكشاف في النفط خاصة يعني مستمر، نحفر حوالي 50 إلى 60 حفرة سنويا من الشركات العاملة حاليا. يتوزع البرنامج ما بين شركات منتجة تستمر في عمليات الاستكشاف، وما بين شركات استكشاف عندها مناطق استكشافية، بعضها وصل للمرحلة الأولى بعضها وصل للمرحلة الثانية. مناطق الامتياز اللي تطرح بشكل مستمر، في نوع من التوجه للمناطق البحرية، ولكن تجربتنا في المناطق البحرية ما كانت يعني مجزية وموفقة بشكل كبير، وما زلنا طبعا نحاول. قلصنا الأماكن أو المساحات بحيث أنه نستقطب شركات أكثر. في المرحلة القادمة يمكن يكون في منطقة أو منطقتين، عادة ما نحدد إذا كان غاز أو نفط، نترك هذا للمستثمر يدخل يعمل عمليات المسح الجيولوجي، يعمل الحفر الاستكشافية التنقيبية، ومن ثم طبعا يتم التعاقد على النفط أو الغاز بناء على ما يتم اكتشافه. وفي كثير من الأوقات يتم اكتشاف النفط والغاز في نفس المنطقة، وبعض الأماكن لا، يكون محدد غاز، نكون يعني عندنا معرفة إن المنطقة هذا احتمال كبير يكون فقط للغاز. وعمليات طرح المناطق طبعا سنوية، نطرح ما بين منطقتين إلى 3 مناطق، يعتمد على حاجة السوق. ما نحاول إن نطرح مناطق كثيرة علشان ما يكون في تضخم، وأيضا ما نبتعد عن السوق بشكل كبير لفترة زمنية طويلة. نتحدث شوي عن حجم المخزون النفطي معنا في سلطنة عمان، وكذلك ما هي المدة المتوقعة اللي ممكن أن السلطنة تستمر فيها في إنتاج النفط، أو على الأقل أنه يكون بنفس المستويات خلال يعني هو بالنسبة للمخزون الرسمي المعلن طبعا موجود في كتاب الوزارة العام الماضي ما يقارب 4.9 مليار برميل. إذا تيجي تقسمها على الإنتاج السنوي ما يقارب 370 مليون برميل، 365 مليون برميل سنوياً على نفس المستوى، يعطيك في حدود 10 سنوات 11 سنة. وهذا طبعاً الإجابة اللي صار لها 50 سنة، والكل دائماً ينكت على موضوع أن نحن صار لنا 50 سنة نقول 10 سنوات، وهذا طبيعي جداً لأن عمليات الاستكشاف مستمرة، عمليات البحث مستمرة، طرح مناطق جديدة مستمر. إذا قللنا الإنتاج ممكن تستمر إلى 20 سنة، ممكن تستمر إلى 30 سنة، ممكن تستمر إلى 40 سنة. طبعا هذا ما خزان، وبالتالي أنت تنتج بشكل مستمر بمقدار مليون وبعد 10 سنوات تتوقف إلى الصفر، لا، هو طبعا تناقص تدريجي، وبالتالي عملية الإنتاج بتكون مستمرة ولكن بكميات أقل بكثير إذا توقفت عمليات الاستكشاف الجديدة وتوقفت عمليات البحث وما شابه. بالإضافة إلى عمليات الاستكشاف أيضا تقوم الشركات بعمل حفر إضافية ما بين الحفر القائمة حاليا، بحيث أنهم يحاولوا بقدر الإمكان أنه يستخرج كمية أكبر من المخزون اللي موجود. يعني مستوى الاستخراج أو ما يسمى بالريكفري في الوقت الحالي في حدود 33% فقط. نعتقد أنه إذا دخلنا تجارب جديدة، تكنولوجيا جديدة، عمليات جديدة في عمليات الاستخراج أو طرق جديدة في عمليات الاستخراج، ممكن نوصل إلى 40% 45%، بعض المناطق وصلت إلى 50% ولكنها قديمة جدا. فالمجال مفتوح، يعتمد على التكنولوجيا اللي متوفرة في أي وقت من الأوقات، فبالتالي صعب أنك أنت تقول لمدة 10 أو 20 أو 30 سنة راح أستمر أنتج بهذا المستوى، ربما ينخفض ربما يزيد بناء على كميات الاستكشافات الجديدة،
التكنولوجيا الجديدة اللي ممكن أنها تعاد تستخدم في استخراج النفط والغاز، التكنولوجيا اللي تستخدم في عملية المعالجة السطحية، فكل هذه الأشياء طبعاً تأثر على عملية الإنتاج. معاليك، بالنسبة لمناطق الامتياز الخاص بالغاز، هل سيتم الإعلان عنها قريباً؟ وأعتقد أنه حيكون في زيادة أكيد بإنتاج الغاز في السنوات القادمة إذا تم الإعلان عن هذه المناطق. هو الإنتاج أو الزيادة في الإنتاج يكون من المناطق اللي قيد الاستكشاف حالياً. المناطق الجديدة عادة ما تأخذ 6 إلى 7 سنوات من عملية توقيع الاتفاقية إلى بدء الإنتاج، على أساس أنه البرنامج الاستكشافي كلل بالنجاح. نتوقع إن شاء الله خلال الفترة القادمة ممكن يتم الإعلان التجاري عن بعض المناطق، منطقة أو منطقتين. الإعلان التجاري معناته أن المنطقة هذه خلص دخلت مرحلة الاستكشاف الأولي، ربما دخلت مرحلة الاستكشاف الثانوي لأنها مرحلتين، وبالإمكان الإعلان التجاري عن اكتشاف سواء نفط أو غاز أو نفط زائد غاز في نفس الإعلان التجاري أيضا يكون مرهون بكلفة الإنتاج. على سبيل المثال، إذا كان تم الاستكشاف فنيا عن النفط ولكن كلفة الإنتاج 70 أو 80 دولار للبرميل، يعتبر إنتاج يمكن غير تجاري، وبالتالي ما تقدر أنك تستمر فيه. أيضا بالنسبة للغاز، إذا كان مثلا الاكتشاف الفنيا موجود لكن عملية الاستخراج تكلف 4 أو 5 أو 6 دولارات، يتم الإعلان عن الاكتشاف الفني ولكن ليس الاكتشاف التجاري، وبالتالي في فرق ما بين هل أنت قمت باكتشاف مخزون جديد، نعم، ولكن قابل للإنتاج في المرحلة الحالية بالتكنولوجيا اللي موجودة بأسعار السوق اللي موجودة حاليا، بعض الأحيان ما تقدر أنك تنتجه. أيضا بدأنا ندخل في طريقة ثانية للتسويق، وهو إعطاء المطور الحقول مجال أنه هو يقوم ب ما يسمى بالإنجليزي monetization أو تسويق الغاز بجلب مشاريع جديدة. الوضع الحالي اليوم هو أن شركة الغاز المتكاملة هي اللي تقوم بشراء الغاز للسلطنة، وأيضا تقوم ببيع الغاز للمشاريع اللي قائمة في السلطنة. هذا طبعا يخلق نوع من التحدي، لأنه عندهم سقف للسعر ما ممكن يتجاوزوه بسبب حالة السوق وإمكانية السوق أنه يدفع مبالغ أكثر للغاز. فبالتالي نعطي الشركات اللي عندهم إمكانيات أنهم يطوروا حقول ولكن كلفة الغاز مرتفعة، أنه هو يستقطب صناعات قابلة أنها يعني تتعايش مع الأسعار المرتفعة، وأيضا يكون ملتزم بتوريد الغاز بعيدا عن شركة الغاز المتكاملة، بعيدا عن أي التزامات حكومية. وهذا طبعا يعني مطبقة في كثير من الدول، لكن منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام الفكرة هذه ما موجود فيها، يمكن السلطنة من أول الدول. معاليك، لو نتحدث، طبعا نحن سمعنا عن اتفاقيات الغاز اللي تم توقيعها مؤخرا بين شركة الغاز الطبيعي المسال وعدد من الشركات العالمية، لو نتحدث شوية عن هذه الاتفاقيات وأهميتها في التغيرات اللي تحدث الحين في العالم بشكل عام في قطاع النفط والغاز والطاقة بشكل عام. يعني هو بالنسبة للغاز طبعا ما زال مطلوب كغاز مسال، وراح يظل مطلوب لفترة طويلة جدا، لأن الاستهلاك على الطاقة أو الحاجة للطاقة مرتفع بشكل سنوي، والبديل الأفضل والبديل الأنظف هو الغاز، ومن ثم طبعا الطاقة المتجددة. أهميتها بالنسبة للسلطنة هو استمرارية العمل في محطة الغاز المسال، سواء كانت عمان، شركة عمان للغاز المسال، أو شركة قلهات للغاز المسال، وهذا معناته استمرارية بالنسبة للعوائد المالية اللي تتحصل عليها الحكومة أو السلطنة، بالإضافة إلى طبعا الأعمال أو الوظائف القائمة حاليا، وهي طبعا شركة معمنة بنسبة كبيرة جدا. قسمناها طبعا إلى شركتين، هم مثل ما هم مقسمين، شركة واحدة اللي هي الشركة العمانية للغاز المسال قاطرتين، شركة قلهات قاطرة واحدة. قلهات 5 سنوات مدة العقود، والشركة العمانية للغاز المسال 10 سنوات بداية من 2025. تم تخصيص الغاز طبعا للثلاث قاطرات. أهميتها أيضا أنه دخلنا للسوق في الفترة اللي كانت الأسعار فيها مرتفعة بالنسبة للغاز المسال، واستطعنا ولله الحمد أن نحن نحصل على أفضل الأسعار بالنسبة للغاز المسال. دخلوا للسوق بعض الشركاء الجدد للشراء،
ألغينا طبعا كل الاتفاقيات القديمة، فهذه تعتبر اتفاقيات جديدة. بعض الناس يتوقع أن هي استمرارية للاتفاق القديم أو للاتفاقيات القديمة، هذا ما صحيح. طبعا هي اتفاقيات جديدة من الصفر، تم التفاوض على كل تفاصيلها بالكامل، أخذنا كل الملاحظات والدروس المستفادة من العقود القديمة. أيضا الوضع الحالي مختلف بحكم أن الشركة طبعا استرجعت معظم التكاليف الرأسمالية، وبالتالي أصبح الحين للحكومة قدرة أن هي تنافس بشكل أفضل مقارنة بمحطة ممكن تكون جديدة ورأسمال المصاريف الرأسمالية ما زالت مرتفعة. فهذا أعطانا مجال أن نحن يعني نعظم القيمة المضافة للبلد من بيع الغاز. أيضا عملنا تغيير بسيط اللي هو سعر الغاز ما يكون لما ينتقل من الأنبوب إلى المحطة، وإنما لما ينتقل للمشتري النهائي كغاز مسال، وبالتالي الحكومة أصبحت شريك في البيع النهائي للغاز، بدل ما كانت فقط شريك في عملية بيع الغاز للمحطة ونترك الباقي كل المحطة. طبعا هذا له فوائد وله مضار. يعني من ناحية الفوائد أنك أنت تستفيد من الأسعار المرتفعة في السوق، المضار أنك أنت إذا السوق انخفض تنخفض معه. في المقابل طبعا العقود الحالية العوائد ثابتة بغض النظر عن التغيرات اللي ممكن تحدث في السوق. ففي الأيام الطيبة لما تكون الأسعار مرتفعة الكل يقول ليش ما نستفيد من الأسعار المرتفعة، لكن لما تنخفض الأسعار يقول الحمد لله إن نحن ما كنا معهم في السوق لما انخفضت الأسعار. فطبعا هي عملية توازن في كل الأحوال، ولكن الأسعار الحمد لله يعتبر من أفضل ما هو موجود في السوق حاليا. معاليك ذكرت موضوع العقود، ما هي معايير يعني يعني تعاقد عقود الغاز بين الدول، ولماذا هي قصيرة المدى؟ يعني المدة مدتها قصيرة المدى يعتمد على المشتري. بعض طبعا في الفترة الأخيرة كانت الفترة الأولى طويلة يمكن لمدة 15-20 سنة، في الفترة الأخيرة طبعا تقلصت إلى أقل من 5 سنوات. الفترة اللي احنا دخلنا فيها للسوق كان ممكن انك انت تتفاوض على 5 بعض الاحيان 10 سنوات، مرهون بالوضع الاقتصادي. كثير من الدول طبعا جالسة تنتقل الى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، وبالتالي التكنولوجيا هذه متسارعة، فما يريد يلتزم بعقود شراء للغاز المسال لفترة طويلة وبعدين نص الطريق يكتشف انه هو لازم يتخارج من العقود هذا ويروح الى ربما طاقة مختلفة، سواء كان هيدروجين، طاقة متجددة أو إيش ما يكون. فيحاول بقدر الإمكان المشتري أنه هو يقلص فترة الالتزام. في المقابل طبعا الشركة من هنا تحاول أنها تمدد فترة الالتزام بحيث أنه يكون في عندهم أريحية، فيكون توازن. الخمس سنوات طبعا بناء على القاطرة الثالثة اللي هي قلهات LNG، الخمس سنوات بنيت على أساس أن الشركاء الحاليين شركائنا في القاطرة فقط لمدة 5 سنوات، بعد ال5 سنوات تعود بالكامل للحكومة، فبالتالي العقود كلها لازم يعاد مراجعتها وتختلف بحكم أن الشركاء أيضا اختلفوا. عمان LNG الشركاء معنا لمدة 10 سنوات، في عام 2034 راح يتخارج كل الشركاء وتعود القاطرتين ملكيتها للحكومة 100%، فبالتالي في عام 2034 تكون كل القاطرات الثلاثة مملوكة من الحكومة، إلا طبعا إذا ارتأت الحكومة أنها تعيد بيع حصص من أي من القاطرات لشركاء جدد، فهذا موضوع مختلف نهائيا. فهذا هو الفترة. أما بالنسبة للمعايير بالنسبة للشركة اللي تبيع للمشتري، معايير اختيار طبعا السعر المعيار الأول والأهم، الثاني التنوع الجغرافي، يعني ما تريد كل الغاز المسال يتجه إلى مثلا اتجاه واحد، دولة واحدة، أو حتى ممكن اتجاه واحد اللي هو مثلا ما تبي تكون بالكامل في شرق الدول الشرقية أو الدول الغربية، فكان في تنوع جغرافي. أيضا تنوع دولي، ما تريد أنك أنت تكون مربوط بدولة واحدة فقط. المعيار الثالث هو التنوع ما بين المشتري المستهلك والمشتري المسوق. المشتري المستهلك طبعا في نوع من الأريحية، ولكن أنت مرهون باستمرارية المشتري هذا للاستهلاك. يعني مثلا تبيع لمحطة كهرباء، إذا صار تغير في محطة الكهرباء هذه أصبحت العقود هذه مهددة شوية، لأنه يمكن ما عنده إمكانية يشتري. في المقابل ممكن تبيع لمسوق ثاني اللي ممكن يوزع الغاز لأماكن ثانية، هو نفسه ما يستهلك بس ممكن يبيع الغاز،
هذا طبعا مريح، ولكن ايضا عنده عمليه انه هو يدخل في السوق وينافس، وممكن يكون منافس لك اذا عندك شحنات فوريه تريد تبيعها، ممكن يكون نفس المشتري اللي اشترى من عندك ايضا ينافس في نفس السوق اللي انت تبي تدخلها بشحنه فوريه. ولكن طبعا الخليط هذا الجغرافي الدولي نوع المستهلك ضروري جدا علشان يكون السله متنوعه وما تكون يعني مقيد بمستهلك واحد. طيب معاليك، يعني بخصوص هذا الموضوع، لماذا لا يتم التركيز على الغاز وتوزيعه لمشاريع صناعية وممكن نخلق فيها فرص عمل وأيضا نضمن التنوع الاقتصادي وكذلك إضافة للقيمة المحلية بشكل عام؟ يعني هو يمكن يكون من مبدأ ثلثا لشرابك وثلثا لطعامك وثلثا لنفسك. ثلث الغاز تقريبا يستخدم في إنتاج الكهرباء محلياً، وهذا يستهلك محلي طبعاً. الثلث أو شوية أكثر من الثلث يدخل في الصناعات المحلية، سواء كانت صناعات النفط والغاز أو صناعات الثقيلة اللي موجودة في صحار، موجودة في الدقم، موجودة في صلالة، وبعض منها أيضاً موجود في صور غير شركة الغاز المسال. والثلث الأخير للتصدير، بحيث أنه أيضاً يكون السلة فيها نوع من التنوع. يعني إذا أنت ركزت فقط على المشاريع الصناعية داخل البلد، ولأي سبب من الأسباب تعثرت المشاريع هذه أو تعثر جهود الاستثمار أو صار في نوع من النفور، أصبحت أنت يعني محكوم بالمشاريع القائمة داخل البلد، ما عندك مجال ثاني. صعب في هذاك الوقت أنك تبتدي تبني محطة لتسييل الغاز وتصدير الغاز خارج البلد. فالتوازن دائما مطلوب في كل شيء، فنحن نحاول بقدر الإمكان أنه يكون ثلث زائد ناقص من الإنتاج للتصدير، بحيث أنه يجيب عملة صعبة ويستفاد منها طبعا لخلق صناعات مختلفة ما لها علاقة بالنفط والغاز. ثلث للصناعات نفسها الثقيلة، سواء كانت الإسمنت أو الحديد أو ما شابه، والثلث الأخير يستخدم في إنتاج الكهرباء، وهذا طبعا تدريجيا نتخارج منه بشكل بسيط بإدخال الطاقة المتجددة. أيضا شركات النفط والغاز تستخدم الغاز سواء كان للحقن أو لإنتاج الكهرباء، ومع الوقت هذا أيضا راح يتخارج منه جزء كبير من الغاز، هذا راح يستخدم في الصناعات المحلية وجزء منه طبعا يكون للتصدير. أيضا نقطة ثانية مهمة جدا، أن السوق المحلي محكوم بسعر تقريبا شبه ثابت، فتقلبات الأسعار العالمية ما تخدمك محليا، يعني ما تقدر تستفيد من الأسعار العالمية إذا كان كل الغاز يستخدم محلي. تصدير الغاز يعطيك نوع من الإكسبوجر أو يعني الرؤية بالنسبة للأسعار، الأسعار الغاز العالمية. فالتوازن هذا أيضا يعني يخلق مجال ثاني أنك أنت ممكن تستقطب عوائد أفضل من الغاز المسال. طبعا الغاز المسال عوائده دائما ما تكون أفضل، يعني معظم الأوقات، في بعض الأوقات يكون أقل، لكن معظم الأوقات أفضل من السوق المحلي. طيب معاليك، الحين أكثر الدول بتستورد الغاز المسال وتستوردها طبعا أكيد لتحقيق أو للصناعات، لماذا لا تكون عندنا هذه الصناعات بدل أن احنا نصدر الغاز خارج السلطنة؟ هو نوع من التوازن أيضا، بحكم أن كثير من الدول اللي تستورد الغاز المسال تستورد لحاجتين، أولا لإنتاج الكهرباء، وبالتالي طبعا ضروري جدا أنه يستورد الغاز هذا لإنتاج الكهرباء لما عنده مصدر ثاني. أيضا يستوردوه لبعض الصناعات اللي عادة ما تكون المواد الخام موجودة في البلد نفسه، فهي تعظيم القيمة المضافة من المواد الخام. إذا كانت المواد الخام موجودة في سلطنة عمان والغاز موجود في سلطنة عمان، فسلطنة عمان فمن باب طبعا بديهي جدا، باب أولى أنها تكون الصناعات موجودة هنا. لكن كثير من الصناعات اللي قائمة تحصل أن المواد الخام أصلا تيجي من خارج السلطنة. صحيح الغاز موجود وربما سعره تنافسي، ولكن مع استيراد المواد الخام واستيراد التكنولوجيا، عملية التصنيع داخل السلطنة ما ضروري تكون منافسة جدا. فالمصنعين نفسهم يفضل أنه يستورد الغاز ويكون أقرب لمناطق المواد الخام، بدل ما يصدر المواد الخام ويكون قريب من الطاقة. فيعتمد على احتياجات السوق ومدى تنافسية المنتج النهائي بالنسبة للمصنع. نعم طبعا أكيد من أهم أركان الاقتصاد معاليك هو قطاع التعدين حقيقة. لو نتكلم شوية عن هذا القطاع، أهمية هذا القطاع ومستهدفاته، وأيضا التحديات اللي تواجهنا هنا في سلطنة عمان فيما يتعلق بهذا القطاع.
طبعا هو احنا قسمنا قطاع التعدين الى نوعين، المعادن الفلزيه والمعادن اللافلزيه. اللافلزيه يعني مواد البناء، الرخام، احجار الزينه، الجبس، ايضا دخلناه في المواد اللافلزيه، هذه مواد البناء نسميها مواد البناء، مواد الاشغال. والمناطق هذه طبعا نحاول بقدر الامكان انه يكون الاستثمارات فيها للشركات المحليه. المواد او المعادن الفلزيه، كرومايت، الكوبر، مغنيسيوم، نيكل، دولمايت، وما شابه، هذه نستقطب فيها الشركات المحليه والشركات العالميه. ليش؟ لان كلفه الاستثمارات في المواد او في المعادن الفلزيه مرتفعه جدا. التكنولوجيا المطلوبه عاده ما تكون يعني متقدمه. الأسواق عالمية وليست محلية، فبالتالي أنت تريد تستقطب شركات كبيرة عندها القدرة المالية، عندها القدرة الفنية إن هي فعلا تقوم بالتنقيب والاستكشاف وإنتاج وتصنيع بقدر الإمكان المواد هذه داخل البلد قبل تصديرها أو ربما استخدامها، إذا كان ردا للسؤال السابق وجدت هذه المواد داخل البلد وقابلة لإعادة التصنيع مرة ثانية وإضافة القيمة ورفع القيمة المضافة. بالنسبة للمواد اللافلزية، نحاول بقدر الإمكان أن نحن نخلق مواقع عامة نحدد فيها نوع المعادن، أو نحدد فيها طبعا مواقع التعدين ونطرحها للسوق المحلية للتنافس. التحديات اللي تواجهنا حقيقة كانت عملية توزيع الأراضي بالنسبة للمناطق التعدين، كانت يعني بطريقة ما تناسبنا إحنا في وزارة الطاقة والمعادن. يعني المستثمر هو اللي يجيب الإحداثيات، عادة ما تكون صغيرة جدا. الإحداثيات هذه ما هي مدروسة بطريقة صحيحة. بمجرد ما يصدر الترخيص بعد ما يمر بكل مراحل اللاممانعة من الجهات الحكومية الثانية، وعادة ما الطول ممكن تكون سنتين ممكن ثلاث سنوات، المستثمر ما عنده الإمكانيات الفنية أنه هو يقوم بعمليات الاستكشاف الحقيقية لأنه أصلا ماديا ضعيف. وهذا خلق نوع من التشوهات في السوق. علشان كذا عملية التعدين أو مشاريع التعدين في سلطنة عمان انخفضت بشكل كبير. حاولنا نغير الاستراتيجية هذه بشكل كبير بحيث أن المعادن الفلزية نخلق لها مناطق امتياز مثل ما هو موجود في النفط والغاز والطاقة المتجددة أو الهيدروجين، والمعادن اللافلزية تكون مواقع عامة نطرحها للسوق المحلي. المواقع العامة طبعا صغيرة بحكم ان الاستثمارات فيها بسيطة والامكانيات المطلوبة اقل. المناطق الامتياز عادة ما تكون كبيرة جدا، وبالتالي فيها برامج استكشافية ملزمة وفيها برامج يعني متفق عليها مع الوزارة، وكثير من الاوقات تستقطب شركات عالمية بحكم ان الاستثمار فيها كبير. معلي خلينا نتكلم، أنا أعرف طبعا المتابعين والمواطنين يشغل بالهم قضية كثير متداولة، موضوع الباحثين عن العمل أو المواطنين وفرصات العمل. قطاع التعدين والمعادن، ما هي استراتيجية وهل في استراتيجية معينة خاصة بالتعمين في هذا المجال؟ فيه، واشتغلنا مع طبعا جمعية الطاقة لدراسة معظم الوظائف اللي ممكن أنها تعمن في قطاع التعدين. نتوقع اليوم ربما نسبة التعدين ما تتجاوز 17%، وحقيقة إذا فعلا دخلنا في التفاصيل يمكن النسبة هذه تكون أصلا مبالغ فيها. أيضا مثل ما ذكرت سابقا، بحكم أن الشركات اللي تشتغل في هذا المجال شركات صغيرة جدا وإمكانياتها الفنية ضعيفة، والأعمال نفسها ما كانت ممنهجة بطريقة صحيحة بحيث أنها تستقطب الشاب العماني اللي باحث عن عمل نوع منه مستدام، يعني شوية نسبة الهاردشيب فيه يكون أقل، لأن معظم الأعمال القائمة حاليا هي طبعا أعمال بسيطة جدا، تفجير، نقل وما شابه. نعتقد أنه إذا قدرنا نطبق الاستراتيجية الجديدة لتعمين بعض الوظائف وخلق وظائف نعتقد أنها لازم تكون موجودة، كمثلا مهندس تعدين، خبير، مشرف مختبرات، محلل بيانات، محلل عينات، مشرف أعمال، الأشياء هذه كلها راح تخلق وظائف نوعية أفضل قادرة أنها هي فعلا تستقطب شباب عمانيين باحثين عن العمل، لأن القائم حاليا اليوم للأسف يا إما أنه ما موجود
أو أن المورد المالي أو الرواتب ضعيفة جدا، ما ممكن أنك أنت تستقطب، وخاصة بعض المناطق تكون بعيدة جدا. أيضا عملية التأهيل ما كانت مناسبة للقطاع نفسه، يعني ما كان في تأهيل لجيولوجي تعدين، ما كان في تأهيل لمشرف عمال بالنسبة لمشاريع التعدين، ما في تأهيل بالنسبة لعمليات التفجير، كيف ممكن تقوم بعمليات التفجير، إيش هي البرامج التنقيبية اللي لازم تقوم فيها، إيش البرامج اللي لازم تطورها بحيث أنك تعرف المكامن، حجم المخزون، نوعية المخزون. كل هذه الأشياء كانت مفقودة للأسف الشديد، فكانت هي مثل ما تقول، يعني أنا ما أريد أني أجحف حق الناس اللي كانوا قبلنا، ولكن لدرجة كبيرة كان ماشي على البركة، فنحاول أن نغير بركة زائد شوية علم وشوية استراتيجية مواكبة للوضع القائم. طبعاً معاليك، اليوم السلطنة تشهد حراك وتحول كبير في مجال الطاقة المتجددة، فلو نتحدث شوية عن هذا المجال وأبرز الجهود القائمة حالياً من قبلكم كوزارة في هذا المجال. قسمناه إلى ثلاث أقسام. القسم الأول طبعاً الكهرباء اللي نستخدمها كلنا في البيوت والمباني وما شابهها، هذا طبعاً تابع لشركة نماء لشراء الكهرباء والمياه، وفي الوقت الحالي وما عندهم عبر اثنين تنتج حوالي 500 ميجا وات، منح واحد منح اثنين ان شاء الله في الفترة الحالية قيد الانشاء، ان شاء الله المنح واحد او اثنين ما متأكد اي واحد فيهم راح يدخل حيز التشغيل قبل نهاية العام، المشروع الثاني قبل نهاية الربع الاول من العام القادم ان شاء الله، 500 ميجا وات لكل واحد، يعني بيكون في حدود 1500. ايضا عملية تأهيل الشركات لعبري اثنين تم الاتفاق عليها، وراح تطرح المزايدة لمدة لحجم 500 ميجا وات. الشركة ايضا شغالة في طرح بعض المزايدات لطاقة رياح واحد ورياح اثنين، فراح يدخلوا ايضا في عملية انتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، بالاضافة الى طبعا طاقة الرياح اللي موجودة في ثمريت لحوالي 50 ميجا وات. هذا طبعاً يحاول أنه هو ينقل إنتاج الكهرباء المستخدمة بشكل يومي من الاعتماد على الغاز إلى الغاز كباكب مساند وكبديل، يعني لكن الهدف الأول أنه يكون من الطاقة المتجددة. المرحلة الثانية بالنسبة لهم هو يعني تأكيد عملية تخزين الكهرباء، لأن بالنهار في شمس وفي هواء، وربما بالليل في هواء، لكن لما يكون ما في شمس وما في هواء لابد ما يكون عندك تخزين للطاقة الكهربائية اللي أنتجتها في النهار بحيث أنك تقدر تستفيد منها في الليل، وهذا اللي راح ينقلنا من المستهدف الأول اللي هو 30% في عام 2030 إلى 70% 2040 و100% في عام 2050 بوجود آلية لتخزين الطاقة الكهربائية نظيفة بحيث أننا نقدر نستخدمها في المساء. هذا المشوار الأول. المشوار الثاني بالنسبة للمستهلكين المحليين، يعني المستهلك اللي ينتج طاقته الكهربائية بنفسه، مثال شركات النفط والغاز، طبعاً اليوم يحرقوا غاز علشان ينتجوا الكهرباء، أيضاً بدوا مشوار إنهم هم يتحولوا من حرق الغاز أو محطات تعمل بالغاز إلى محطات تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحيث إنه يحاولوا بقدر الإمكان إنهم يستبدلوا المحطات القائمة حالياً بمحطات جديدة، إلا طبعاً فيما يخص المحطات اللي يكون فيها أيضاً إنتاج للبخار المطلوب طبعاً في عمليات الإنتاج، هذه راح تستمر بالغاز في الفترة الأولى إلى أن نجد طريقة ثانية لإنتاج البخار. الثالث وهو الأكبر طبعاً إنتاج الطاقة الكهربائية، الطاقة المتجددة للهيدروجين الأخضر، وهذا طبعاً أرقامها أكبر بكثير من المشوار الأول والمشوار الثاني، الخط الأول والخط الثاني. طرحنا طبعاً وتم التوقيع على ثلاث مناطق امتياز، نعتقد أن لو كلها استمرت ودخلت مرحلة الإنشاءات ومرحلة الإنتاج راح تنتج ما يقارب 30 إلى 35 جيجا وات. اليوم إنتاج سلطنة عمان ما يتجاوز 10 جيجا وات من طاقة ننتجها بالغاز، فأنت تتكلم عن نقلة ضخمة جداً، يعني من 0 إلى 30 جيجا وات خلال فترة بسيطة جداً، بعام 2030 لازم يكون كل هذا المشاريع انتهت. نتوقع أنه ممكن ينتج حوالي 1 مليون طن من الهيدروجين في عام 2030،
3.5 مليون طن في عام 2040، وإن شاء الله حوالي 8-9 مليون طن 2050. هذا في طبعا التوقعات الأولية. إذا استخدمنا كل المناطق اللي منحت لوزارة الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ممكن نصل إلى حوالي 20-24 مليون طن من الهيدروجين الأخضر. هذا طبعا راح يضع عمان يعني في وضع ممتاز جدا عالميا كمنتج ومصدر أساسي ومستهلك. طبعا يعني كثير من الإخوان يقولوا ليش نحن جالسين نحاول ننتج طاقة أو هيدروجين أخضر للتصدير؟ هو حقيقة الهيدروجين الأخضر للاستهلاك المحلي والتصدير، يعتمد على قدرة السوق المحلية أن هي تستوعب الأسعار المرتفعة طبعا للهيدروجين الأخضر، لأنه مقارنة بالغاز هو أعلى بكثير طبعا. لكن تحاول الشركات بشكل تدريجي أنها تدخل الهيدروجين الأخضر في الطاقة كخليط للطاقة، بحيث أنه مع الوقت السوق يعني يتفاعل مع الأسعار الجديدة، يكون قابل أنه هو يستخدم هيدروجين بشكل أكثر، الأسعار لإنتاج الهيدروجين تنخفض، وبالتالي يكون عندنا بديل للغاز في الهيدروجين الأخضر في الوقت اللي محتاجين أن ننتقل فيه، سواء كان العالم انتقل إلى طاقة نظيفة وهيدروجين أخضر، أو محليا ما عندنا الإمكانيات أن نحن نواصل إنتاج الغاز لأي سبب من الأسباب. فالبديل في هذاك الوقت نتمنى أنه يكون موجود. معاليك، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الثمينة، عن جد يعني شكرا للاستضافة وشكرا للموافقة أنك تكون معنا، حلقة مميزة إن شاء الله حتكون. شكرا جزيلا مرة أخرى إذاعة الشبيبة تشكرك وأوبال والجمعية العمانية طبعا للطاقة وشركة مصر الغاز. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الله يعطيك العافية معاليك، وسعيدين جدا بتواجدك معنا. أحسنت. الله يعطيك العافية. متابعينا الكرام، خليكم معنا، راجعينكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل وضيف جديد. ضيفنا الحين هو ضيف مميز وله خبرة اكثر من 25 سنة في الإدارة العليا ومجال الطاقة والنفط والغاز. اهلا وسهلا فيك استاذ عماد الصباغ، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط غاز. اهلا وسهلا فيك وشكرا كثير على الاستضافة. سعيدين جدا بتواجدك معنا الاستاذ عماد، وطبعا الغني عن التعريف اليوم ضيف عزيز علينا. أخي الغالي سليمان، شكرا لكم، ويكفي وجودنا معكم اليوم في هالحلقة. الله يعطيك العافية. لو نتكلم شوية عن الخطط التوسعية اللي ممكن أن تشتغل عليها شركة مسقط غاز خلال الفترة القادمة، خصوصا أن الشركة أصبح عمرها أكثر من 39 سنة حاليا في السوق العماني. شركة مسقط غاز مثل ما الجميع بيعرف هي شركة مساهمة عامة مملوكة بجزء كبير من أسهمها لبعض إدارات وشركات الدولة. حالياً حاولنا نشوف إيش المجالات اللي ممكن نتوسع من خلالها بعمل الشركة بشكل قوي، نقدر نفيد روافد إضافية للشركة مالياً وربحياً، وقمنا بإنشاء شركة باسم مسقط باور باونير، مسقط للطاقة الرائدة في عمان. مهمتها الانجينيرينج سايد، الجانب الهندسي بالكامل، مع عمليات التركيب والهندسة وكل ما يتعلق في مجال الطاقة ليس فقط في الغاز. عم نتكلم على سواء على النفط، على الغاز، على الحماية المدنية بمجال الأمن والسلامة، عم نتكلم على التوليد الكهرباء عن طريق الجنريترز، المولدات. بنفس الوقت اتجهنا بعملية التوسع باتجاه المملكة العربية السعودية، سوق قوي جدا، تطور كبير، في عنده نسبة من المشاريع هائلة جدا، ونتيجة الخبرة السابقة لأننا في المملكة العربية السعودية هذا بيسهل من دخولنا للسوق السعودي، وقمنا بإنشاء شركة تقوم بنفس أعمال مسقط غاز ومسقط للطاقة الرائدة. حاليا الشركة بدأت من بداية العام، والحمد لله يعني بدأنا مع بعض العقود الواعدة في نفس المجال. أيضا في لنا عمليات تتم في الإمارات العربية المتحدة، في عنا بعض النشاطات موجودة في القارة السوداء،
بالمقابل الهدف الأساسي أنه تقوم الشركة بتنويع مصادر الدخل وتنويع الأسواق المستهدفة لكي نستطيع من خلال هاي العملية أنه نزيد ونعزز أرباح الشركة ونخليها تكون أفضل من الوضع الحالي. أستاذ عماد، شاهدنا الفترة الماضية ما شاء الله إنجازات ونجاحات، ما هي توجهات شركة مسقط غاز لعام 2024؟ كان من الصعب جدا انه نبقى على مادة واحدة وهي المادة اللي كانت تشتغل فيها مسقط غاز وهي الغاز المسال. بداية مسقط غاز كانت عبارة عن غازات كاملة وهي تتضمن الغازات الصناعية مع الغاز البترولي المسال يلي هو يستعمل في الطبخ واللي كلنا بنعرفه كغاز الطبخ. ب 2017 لما تم عملية عزل الغازات الصناعية وبيع جزء من الغازات الصناعية لشركة ثانية وبقيت مسقط غاز على نشاط أساسي، وبدأنا العمل مع فريق مسقط غاز لدراسة التوجهات السوقية، اكتشفنا أنه من الواجب تعزيز البورتفوليو الملف الحقيقي للشركة وزيادة الأصناف اللي عم نشتغل من خلالها. هذا الشيء خلانا نتوجه لتوسيع اللي بيسموه الفاليو تشين أو القيمة الكاملة للعمل بما يتعلق في أمور الغاز أساساً، ومنه ننطلق إلى أبعاد ثانية مثل الطاقة وتوابعها. خلال الفترة الماضية استطعنا ولله الحمد أنه نحن ندخل على مجموعة من الشركات الكبيرة، نأخذ وكالاتها نمثلها في المنطقة، نقدر من خلالها نوزع أعمالنا بطريقة أقوى، وبنفس الوقت نكون رافد حقيقي للدولة وتوجهات الدولة بشكل عام. سلطنة عمان عندها توجهات حقيقية للاستدامة لتحقيق الحياد الكربوني، كل هذا الكلام بتشوفيه بالمنتجات الجديدة اللي نحن مستهدفينها. أستاذ عماد، شفنا لكم منتج فريد، وأنا شخصياً أسميه منتج الحلم في مجال الغاز حقيقة، وهو الأسطوانة الغاز حديثة الصنع واللي شفناها في أكثر من دولة حقيقة. اليوم نطمح بأنها فعلاً تكون وتتواجد في السوق المحلي، ماذا عن هذا المنتج بشكل عام؟ هذا المنتج واحد من المنتجات اللي مسقط غاز توجهت فيها لتحقيق الاستدامة. الأسطوانة المعروفة بالأسطوانة الفايبر أو المصنوعة من المواد الألياف الكربونية هي أسطوانة ذات جودة عالية، ذات حماية عالية جدا. هي الأسطوانة الفرق بينها وبين الأسطوانات المعدنية الحالية. الأسطوانة المعدنية أثناء تحول السائل اللي موجود داخلها، السائل الغازي، سائل البترول المسال، تحوله إلى غاز لحتى يخرج من الأسطوانة ويتحول إلى الطباخة في البيت واستعمالها. الأسطوانة الحديد اليوم المستعملة في السوق وزنها 22 كيلوغرام، ويدخل داخلها 22 كيلوغرام من الغاز، فبيصير الإجمالي 44 إلى 45 كيلو. الأسطوانة الحديثة اللي عم نتكلم عليها وزنها 5 كيلوغرام وبتاخذ ب 11 ل 12 كيلو، فاحنا فعليا عم نوصل ل 16 كيلو بحد اقصى. هذا الشيء بيكون سهوله استعماله، سهوله الحمل، بيسموها الضوضاء الصوتيه. انت في عندك بلاستيك فما في عندك ضجه حديد وصدم حديد، ممكن استعمالها داخل المنزل، ما في داعي اني احطها خارج الحوش واعمل تنديدات. الاسطوانه الحديد اثناء عمليه تحول السائل الى غاز ممكن يتعرض الى ضغط عالي جدا نتيجه الحراره، فممكن تؤدي إلى انفجار، لأنه ممكن يكون في عملية كسر، وهذا الشيء ممكن نلاحظه ببعض حالات الانفجار اللي صارت في المطاعم أو في المنازل حتى. الأسطوانة البلاستيك لا، أسطوانة إذا صار في عليها عامل حراري حواليها على داير الأسطوانة وتعرضت إلى حرارة شديدة أو احتراق شديد حواليها، تتعرض للشق والاختراق فبيخرج منها الغاز فبيحترق ولا تنفجر، فهي فعليا أأمن بكثير من الأسطوانة الحديد. ونحن أول ما أدخلناها على سلطنة عمان كان بعام 2019 مع شركة من أهم الشركات على مستوى العالم، وتتميز هي الأسطوانة أنه هي أسطوانة يعاد تدويرها بالكامل. بنرجع لموضوع الاستدامة، نحن هدفنا بأي منتج نجيبه اليوم نقدر نحقق من خلاله خدمة البيئة في عمان، فمنتج يتم إعادة تدويره بالكامل فنحن بنضمن أنه النتائج تكون إيجابية. ولكن خلال الفترة الماضية كان في شوية تحديات. يعني أستاذ عماد، من 2019 نعم. إلى 2024 نتكلم عن قرابة 5 سنوات ولم نرى هذا المنتج في السوق المحلي، ليش؟ لا، سؤال في مكانه، ليش؟ لازم جاوبك ليش؟ في كان لائحة التنظيم الغاز كانت لم تصدر،
وهذا المنتج لم يكن معرف في عمان سابقا. عملية تعريف هذا المنتج، عملية تحديد القيمة السعرية للغاز اللي موجود داخله، أخذ بعض الوقت لحتى استطعنا الحصول على اللائحة، وأعتقد أنه خلال الشهر الماضي الحمد لله صدرت اللائحة التنظيمية للغاز، ومنتظرين حاليا اجتماع مع وزارة التجارة مع الأفاضل اللي موجودين فيها لحتى يعملونا ورشة تعريفية لحتى نقدر نحدد الأشياء الإيجابية والسلبية وآلية التعامل مع اللائحة الجديدة. نأمل من الله تعالى أنه نحن نستطيع نبدأ بيع الأسطوانة خلال الشهرين القادمين، مع العلم أنه الكميات عندنا موجودة في مستودعاتنا جاهزة من 5 سنوات تماما. يعني إن شاء الله يكون للأمل تتواجد في السوق المحلي إن شاء الله. أكيد، ومثل ما حكينا في البدايات اليوم، عملية تنوع المواد اللي عم تشتغل فيها مسقط غاز تنوع رئيسي وأساسي. من فترة كنتوا حاضرين معنا موضوع المؤتمر الصحفي اللي صار لشركة بورنا كندية اللي عم نشتغل معاها على موضوع الحياد الكربوني. اليوم عم نتكلم على الاسطوانة الفايبر، عم نتكلم على الفيندينج المشين، ماكينة الاستبدال الذاتي اللي هي الماكينة الذكية، وحاليا ولله الحمد استطعنا أن ننزل أول ماكينة في السعودية من مدة سنة تقريبا. استطعنا إقامة واحد من أهم عقود البيع مع شركة أدنوك في الإمارات ونزلت أول ماكينة. الفخر لنا أنه عم تطلع من شركة عمانية وتوزع إلى دول الخليج، وهي الأول من نوعها في المنطقة. إن شاء الله بس نبدأ بيع عمليات أسطوانات الغاز في الفايبر في عمان، حتكون الماكينة متواجدة واستبدال ذكي، ما بيحتاج إلا أنه توقف بسيارتك تدفع وتستبدل وتمشي، حتكون موجودة. في عنا اتفاقية خفيفة الوزن أمينة، الماكينة بتستوعب بحدود 47 أسطوانة، ففعليا في مكان ضيق لا يتجاوز 2x2 متر مربع أنا عم بقدر أمن 47 فرصة ل 47 مواطن أنه يستبدل أسطواناته. في عنا عقد جاهز مع إحدى شركات التوزيع تبع الغاز اللي موجودة لحتى نوجد المكاين في محطاتهم. خرجنا من الأسطوانة تكلمنا عن ماكينة فيندينج ماشين، نتكلم بعدين عن الأوتوغاز. مسقط غاز تقريبا الشركة الوحيدة في المنطقة اللي استطاعت أن تحصل على إحدى المنتجات اللي بتحول 30% من الشاحنات اللي بتشتغل على الديزل لتشتغل على الغاز، الغاز المسال. فبالتالي هذا يعني تخفيض بنسبة العوادم اللي تصدر من الديزل بنسبة 30%. فإذا بنتخيل نحن عنا 10,000 أو 15,000 آلية عم تتحرك على الديزل، أنا قادر أني خفض 30% من نسبة الانبعاثات الكربونية نتيجة استعمال الغاز، والغاز هو صديق للبيئة. عنا شركة بورنا اللي هي شركة تقوم على أخذ العوادم من المصانع الكبيرة، من الفلير، من محطات إنتاج النفط وغيره، وتحويلها لمواد تانية بحيث أنه ننزل بالكربون اللي عم يخرج للفضاء بنسبة تتجاوز 95%. أغلب المنتجات اليوم اللي عم نتكلم عليها شركة مسقط غاز تتجه تماماً باتجاه واحد يتناسب ويتوافق تماماً مع توجهات سلطنتنا الحبيبة ب2040 لحياة كربون. أستاذي، ما هو منظور إدارة الشركة التنفيذية في مسقط غاز؟ الشركة التنفيذية بمسقط غاز بنت قراراتها على الفرد اللي موجود في الشركة. نحن اليوم نعرف أنه الأسد في أي شركة أو الأساسات في أي شركة هي أساسات مالية، أساسات هيكلية مثل أبنية، مثل سيارات، لكن دائماً بيتم إهمال العنصر الرئيسي وهو العامل البشري يلي عم يشتغل في الشركة. ومن بدء ما من بداياتنا مع مسقط غاز كان التركيز اولا واخيرا على العامل البشري وعلى العامل البشري الوطني. اليوم اي انسان حيشتغل في اي شركه حيكون له فائده ماليه، فهو عم يشتغل مقابل المال، ولكن لما بيكون ابن البلد عم يشتغل داخل الشركه عم يكون عم يشتغل مقابل المال اللي عم يامن له الاساسيات الاحتياجيه لحياته، وبنفس الوقت ليضمن انه يعمل عمليه تطور وتحسين في بلده. حيخاف على اسمه، على اسم عائلته، على اسم اهله من اي ضرر، فحيحاول يكون دائما يعطي اكبر انتاجيه واحسن صوره بشركته. تاكيدنا على هذا الموضوع ودعمنا للعامل العماني سواء الشاب العماني او البنت العمانيه اعطانا دفعه وتقدم عن اي شركه ثانيه بوقت كثير قصير. اليوم مثل ما بتعرفي مدام ولاء، ومثل ما بتعرف كمان اخي سليمان، الإدارة عندنا بشكل عام هي إدارة عمانية
أصبحت إدارة عمانية بما يزيد عن 85%. اليوم الشباب هم اللي عم يقودوا الشركة، هن اللي عم يعملوا عملية التقدم بالشركة. تحولنا من فريق عمل، عادة بيقولوا كلمة أسرة لا تتطابق، وهي عبارة عن استعمال غير صحيح لجذب عواطف الناس، ولكن العمل في الشركة عنا عمل كأسرة حقيقية. اليوم الجميع بيشتغلوا من مبدأ واحد، أبواب مفتوحة، مساحات مفتوحة، حرية بالفكر، حرية بالرأي، قدرة على الاعتراض. الأوامر ليست أوامر منهية، وإنما هي أوامر قابلة للنقاش بأي لحظة للوصول وتحقيق أي هدف إيجابي للشركة. من هذا المبدأ درنا كإدارة تنفيذية بالمشاركة مع الجميع نوصل لقرارات إلى حد بعيد صحيحة 100% وتتناسب مع أهداف الشركة ومع أهداف الوطن اللي احنا عايشين فيه. أستاذ عماد، دائما تعودنا من شركة مسقط غاز أنها تفاجأنا، فهل في أي مفاجأة أو أي شيء حصري ممكن نسمع منك خاص ببرنامج طاقة؟ يعني نعم. تعرف شركة مسقط غاز شركة مساهمة عامة، فمن المفترض أي معلومة تطلع تكون للملأ، ما تكون محدودة، فهذا شيء جيد بما أنه حتكون للملأ. كمعلومة حصرية، الحمد لله قمنا بتوقيع عقد جديد أو الاتفاق على وكالة جديدة، بنكمل من خلالها تحقيق الاستدامة في البيئة وتحقيق تخفيض الحياد الكربوني بمنتج جديد على مستوى العالم يضاف لأي نوع من الآليات المتحركة، سواء السيارات، الموتوسيكل، السفن، الباصات، أي شيء يعمل على الطاقة، سواء الغاز، الديزل، البنزين، أي نوع بالمطلق، مادة تضاف له، مادة متناسبة تماماً مع البيئة، بتخفض الانبعاثات الكربونية بما يزيد عن 97%، مما يحول سيارات البنزين على سبيل المثال لبايوغاز. هذا واحد من أهم الثورات على مستوى العالم في مجاله، واستطاعت مسقط غاز خلال الفترة الماضية ولله الحمد بفضل الفريق اللي موجود أنه ناخد حصرية توزيع المنتج في الشرق الأوسط كاملا. هذا معلومة لأول مرة بنحكيها معاكم. بنفس الوقت خلال الفترة القريبة جدا سيتم دعوتكم لحضور مؤتمر صحفي وحفل توقيع واحد من أهم المنتجات التي تتعلق بخدمة السيارات الكهربائية، والهدف منها أنه تكون عملية شبه تصنيع من مسقط غاز في عمان الحبيبة، بحيث يكون المصنع الأول من نوعه في الوطن العربي. فنتمنى أنه إن شاء الله يكون خبر سعيد وذا فائدة، سواء على مستوى البلد والوطن أو على مستوى المنطقة بكاملها، وبالتالي يكون في عائد مادي ونفعي حقيقي للشركة وكل المساهمين فيه. شكرا جزيلا أستاذ عماد الصباغ على الاستضافة، وشكرا جزيلا على المعلومات اللي فعلا استفدنا منها ببرنامج طاقة. يعطيك العافية أستاذ عماد، وسعدنا جدا بتواجدك معنا. شكرا لكم وشكرا على الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله تكون المعلومات اللي أعطيناها موضحة للشركة وذات فائدة. شكرا كثير لكم. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج طاقة، برنامج طاقة تحت رعاية شركة مسقط غاز والجمعية العمانية للطاقة أوبال. شكرا جزيلا، نشوفكم على خير.